دعمت الثورة الجزائرية، الدول التي كانت صديقة للجزائر أيام محنتها ومجابهتها للمستعمر الفرنسي الغاشم. إلى جنب ذلك، يعني الكثير من المحللين يذهب إلى أن الدبلوماسية في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد اتجهت رياحها أيضا إلى الغرب، لأنه وكنا قد تابعنا صور الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد في باريس مع الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران. لاحظنا أيضا صور باتجاه واشنطن، هناك أيضا صور في أرشيف التلفزيون عن زيارة الرئيس بوش إلى الجزائر آنذاك. وبالتالي كان هناك الرئيس بن جديد كان يؤمن حسب من عملوا معه في تلك الفترة بضرورة الانفتاح على